تجذب السيارات المخصصة للطرق الوعرة العملاء وبالتحديد في منطقة الخليج العربي، وتعتبر كل من تويوتا لاند كروزر ونيسان باترول وجيب رانجلر 11 السيارات المخصصة لاقتحام أصعب الطرق الصحراوية أو الطينية أو حتى الصخرية. ولكننا اليوم لن نتحدث عن إحدى هذه السيارات، بل عن سيارة جديدة كليا من صنع شركة رازفاني موتورز الأمريكية، والتي تأسست في عام 2014 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. هذه السيارة جديدة كليا المخصصة لاقتحام الطرق الوعرة وتحمل اسم رازفاني تانك، وتتميز بتصميم يجعلك تعتقد أنها مدرعة حربية صغيرة الحجم وتحمل ملامح عصرية جريئة ومميزة مع خطوط حادة جدا لهيكلها الخارجي وأربعة أبواب تنفتح باتجاهات متعاكسة. كما زودت أجدد سيارات رازفاني بعجلات ضخمة قياس 37 إنش تتناسب مع مهمتها في اقتحام أصعب الطرق الرملية والصخرية والطينية. ولمزيد من الحماية لهيكلها، حصلت على نظام تعليق يجعلها مرتفعة بشكل كبير عن الأرض. ميكانيكيا، تعتمد سيارة رازفاني تانك الجديدة هذه على محرك V8 سعة 6.4 لتر ولد قوة 500 حصان و 583 نيوتن متر من عزم الدوران. وحاولت رازفاني أن توفر قدر عالي من الفخامة لمكسورة سياراتها الجديدة تانك من خلال المواد المستخدمة والتطريزات، كما حصلت على شاشة قياس 7.9 إنش للنظام الترفيه لتدعم خرائط جوجل وغيرها من التطبيقات. ولكن سعر هذه السيارة سيقف بالتأكيد في طريق انتشارها، حيث يزيد ثمن رازفاني تانك عن 178 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبا 670 ألف ريال سعودي. لا تنسى عزيزي المشاهد الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد بعالم السيارات.